تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج في تلقي أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا والراغبين في الدراسة بمصر. وأوضحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بأن تسلم وفحص الأوراق بدأ اليوم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، مضيفة أن ذلك الإجراء سيتم يوميا عدا يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين من 10 صباحا وإلى 6 عصرا. كما أكدت الوزيرة على أهمية الالتزام بكافة الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء.